قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الوقت قد حان لإسكات صوت البنادق في غزة والعمل على هدنة إنسانية لإنقاذ سكانها من جحيم لا يطاق. وأضاف خلال زيارة له إلى رفح المصرية على حدود غزة أن الفلسطينيين في غزة يعيشون كابوسا لا ينتهي وأجيال بأكملها يقضى عليها. لا شيء يبرر الهجمات المروعة التي قامت بها حماس في 7 أكتوبر، ولا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني. الآن وأكثر من أي وقت مضى حان الوقت لوقف إطلاق نار إنساني فوري وإسكات فوهات البنادق في غزة، فالرجال والنساء والأطفال هناك عالقون في كابوس لا ينتهي. غوتيريش أضاف أن لا مكان آمنا في غزة بأكملها في الوقت الحالي، مؤكدا بأنه يترتب على المجتمع الدولي أن يجمع على أن أي تدخل عسكري في رفح سيتسبب بكارثة إنسانية. نحن نرفض أي شكل من التهجير القسري، ولا يوجد مكان آمن في غزة اليوم. من غير الممكن أن يقوم أي برنامج بتوفير الأمن والسلامة لسكان رفح إذا لم يكن هنالك أي أمن وسلامة في غزة بأكملها. هناك إجماع دولي بأن أي تدخل في رفح سيتسبب بكارثة إنسانية. يجب أن يحدث وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وخلق الأمل للشعب الفلسطيني بأنه سيكون هنالك دولة فلسطينية. نحن نبحث عن كيفية تعزيز الأونروا للتمكن من تجنب أي اختراق من قبل حماس. نحن نعمل بشكل جاد من أجل ذلك وأناشد المجتمع الدولي لتحقيق ذلك. الأونروا هي العمود الفقري لتقديم المساعدات داخل غزة. قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن الجيش الإسرائيلي هدد بقصف وتدمير مباني مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة فوق رؤوس الطواقم الطبية والمصابين. المكتب أكد في بيان تلقيه إفادات بأن الجيش الإسرائيلي خير المتواجدين في المشفى بين الخروج للتعذيب والإعدام أو تدميره فوق رؤوسهم. وحمل المكتب حمل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن استمرار الجريمة ضد مجمع الشفاء الطبي والطواقم الطبية والجرحى والنازحين المدنيين، مطالبا دول العالم بإدانة جريمة الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل بكل وحشية والخروج من مربع الصمت وممارسة دور عملي لوقف الحرب والمجازر المتواصلة. ولليوم السادس يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحام مستشفى الشفاء الذي كان يضم أكثر من 7000 مريض ونازح، ويقصف المنازل المحيطة به، وهو ما خلف عشرات القتلى والجرحى. قبل المتابعة بالتطورات الميدانية نشير إلى الأخبار العاجلة. موقع ولا الإسرائيلي يقول أن إسرائيل وافقت بالفعل على المقترح الأمريكي بشأن عدد الأسرى الفلسطينيين وتنتظر رد حركة حماس. إذن هذا بالنسبة للتطورات الأتية من إسرائيل، ننتظر كذلك أيضا أي تفاصيل من جهة حماس. على كل الجيش الإسرائيلي من ناحيته قال إنه قتل أكثر من 170 مسلحا فلسطينيا، كما اعتقل 800 مشتبه به من خلال عمليته الجارية ضد حركة حماس في مستشفى الشفاء في مدينة غزة. وأوضح الجيش في بيان له أن قواته عثرت خلال العملية على بنية تحتية تابعة لحماس إضافة إلى مخابئ أسلحة. إلى ذلك أعلن الجيش عن شن 35 غارة جوية على مواقع وبنى تحتية تابعة للحركة ولفصائل أخرى في جميع أنحاء قطاع غزة. من رفح جنوب قطاع غزة معنا الآن مراسل الحدث أحمد حرب. أحمد مساء الخير لك، نبدأ معك بأي معطيات من مجمع الشفاء وصولا كذلك إلى التطورات الميدانية الأخرى. في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه لا زالت هناك عمليات قصف لمنازل، حرق لمنازل، أيضا استهداف من المدفعية الإسرائيلية
إلى المناطق الغربية من مدينة غزة والقريبة من مجمع الشفاء الطبي. لازالت القوات الإسرائيلية متوغلة بالدبابات الإسرائيلية تحاصر عدد كبير من المنازل، وبالتالي هناك معاناة من قبل المواطنين المتواجدين داخل هذه المنازل، لا يستطيعوا الخروج لأن الجيش الإسرائيلي يستهدفهم ويطلق الرصاص عليهم بشكل كبير. وحسب ما علمنا من المصادر أن هناك الكثير من الجثث في الشوارع والطرقات القريبة من مجمع الشفاء استهدافهم من قبل القوات الإسرائيلية المتوغلة في حي الرمال وأيضا في المناطق الغربية لمدينة غزة. هذا فيما يتعلق بخارج المجمع. داخل مجمع الشفاء الطبي لا زال الجيش الإسرائيلي يحاصر أكثر من 150 شخص من بينهم مرضى ومصابين داخل مبنى صغير في مجمع الشفاء الطبي. هناك أعمال تجريف قامت بها الجرافات الإسرائيلية والأليات العسكرية الإسرائيلية داخل باحة وساحة مجمع الشفاء الطبي. الجيش الإسرائيلي أحرق عدد من الأقسام والطوابق في مجمع الجراحات التخصصي. أيضا هناك إطلاق رصاص على المباني ولا يسمح لأي أحد من الأطباء بالانتقال من مبنى إلى آخر، لذلك هناك نقص في الإمدادات الطبية، نقص في الطعام والمياه. حاولت منظمة الصحة العالمية في الساعات الماضية إرسال بعثة تحمل معها مواد طبية وأدوية وطعام ومياه، لكن الجيش الإسرائيلي رفض إدخال البعثة إلى مجمع الشفاء الطبي، وبالتالي الوضع ما زال مستمرا حتى لليوم السادس على التوالي. والعملية حسب التقديرات الإسرائيلية وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين أنها سوف تستمر لأيام ولربما أسابيع، حتى يعني حسب الجيش الإسرائيلي حتى يتم القضاء على كافة عناصر حركة حماس داخل المجمع وخارج المجمع. نعم لارا، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات من رفح جنوب قطاع غزة. أحمد حرب مراسل الحدث. نقلت هيئة البث الإسرائيلية أنباء عن أن إسرائيل تدرس عرضا من حماس، وكانت المعلومات تحدثت قبل قليل على أنها وافقت، يتضمن الالتزام بعدم اغتيال كبار مسؤولي الحركة في حال نفيهم خارج قطاع غزة. بحسب الهيئة فإن العرض الذي قدمته حماس يأتي مقابل اتفاق يتضمن إخلاء القطاع من السلاح وعودة جميع المختطفين وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، مضيفة أنه اقتراح تروج له الولايات المتحدة ضمن الصفقة التي يجري التفاوض بشأنها. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أعضاء من مجلس الحرب ومسؤولين في وزارة الدفاع الإسرائيلية ضغطوا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل تمديد المفاوضات الجارية في الدوحة. وقالت القناة 12 الإسرائيلية أن الاجتماع الذي سبق سفر الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة كان حادا بعدما اشترط رئيس الموساد وعدد من المسؤولين على نتنياهو منحهم حرية أكبر في التفاوض. المسؤولون الإسرائيليون وحسب المصدر ذاته أكدوا لنتنياهو أن شروطه في المحادثات لن تفضي إلى أي اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن، وهو ما دفع وزير الدفاع يوآف غالانت والوزير في حكومة الطوارئ بني غانتس لمطالبة نتنياهو بمنح الوفد الإسرائيلي مزيدا من المرونة في المفاوضات. وفي وقت توجه الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة أكد مسؤول إسرائيلي أن المفاوضات لا تعرف أي تقدم يذكر، منوها إلى أن الولايات المتحدة تتحدث عن فراجة قريبة قصد زيادة الضغط من أجل التوصل لاتفاق. يشهد الكونغرس انقسامات غير مسبوقة تتعلق بدعم نتنياهو، حيث وجه الأخير كلمة لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، بينما دعا رئيس مجلس النواب رئيس الوزراء الإسرائيلي للحديث أمام المجلسين في جلسة مشتركة في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات توترا كبيرا وصدعوات بعدم القيام بعملية عسكرية في رفح. التفاصيل مع نادية البلبيسي من واشنطن. رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون يريد دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي لتوجيه خطاب مشترك للمجلسين النواب والشيوخ. هذه الدعوة توجه في العادة لرؤساء الدول وأصدقاء الولايات المتحدة، لكن الملفت أنها تأتي بعد انتقادات حادة من زعيم مجلس الشيوخ اليهودي والمؤيد الشرس لإسرائيل تشاك شومر، الذي هاجم نتنياهو واعتبره عقبة في طريق السلام، بل وذهب إلى حد الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة وبرئيس وزراء إسرائيلي جديد. نتنياهو المعتاد على تحدي الرؤساء الديمقراطيين خطب بالمشرعين دون إبلاغ البيت الأبيض في عهد الرئيس أوباما،
لكن الفارق حاليا هو أن الجمهوريين يلتفون حول نتنياهو ويعتبرونه محقا في كل ما يفعله في غزة بما فيه الدخول إلى رفح، بينما يعارض الديمقراطيون الملتزمون بنهج البيت الأبيض. السناتور شومر يقول إن معارضته لنتنياهو تأتي من باب الحرص والولاء لإسرائيل لا المعارضة لها، لأنها ستصبح دولة منبوذة بقيادة نتنياهو وستواجه عزلة دولية إذا استمرت سياسات القتل وتجويع الفلسطينيين وغياب الأفق السياسي للحل لمرحلة ما بعد حرب غزة. معنا من القدس المحلل السياسي شلومو جانور لمناقشة هذه التطورات معه. سيد شلومو مساء الخير. يعني بداية أريد أن أستهل هذا الحوار بالأخبار العاجلة التي نقلناها قبل دقائق من الآن. هناك أخبار تقول أن إسرائيل وافقت على المقترح الأمريكي ولكن بشأن عدد الأسرى الفلسطينيين وتنتظر حركة حماس. هل نحن ما زلنا فقط بمرحلة الموافقة فقط على عدد الأسرى أو نتحدث عن موافقة إسرائيلية على كل ما هو مطروح أمريكيا؟ المجلس الحرب والمجلس الوزاري المصغر أمس منح الوفد الإسرائيلي المفاوض مجال المناورة، أي مجال التفاوض بمجمل المواضيع بدون قيود، وذلك في إطار الخطوط العريضة التي رسمها الوضع الموقف الإسرائيلي بصفة عامة. لذلك فيما يتعلق بعدد المحكومين الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم وتسميتهم، فهذا موضوع دارج في إطار اتفاق باريس 2 الذي عرضته إسرائيل، والآن إسرائيل انتظرت الرد الفلسطيني، وبالتالي إسرائيل تعرض الآن موقفها، وهناك صلاحيات لأعضاء الوفد الإسرائيلي كبار أعضاء الوفد الإسرائيلي الثلاث، رئيس الموساد، رئيس المخابرات الداخلية الشباك، وأيضا راعي شؤون المخطوفين الإسرائيليين في القيادة العسكرية الصلاحيات للمناورة. هناك أيضا المجال بالنسبة لتسمية أو الموافقة على من هم من بين المحكومين الفلسطينيين الذين ستوافق عليهم إسرائيل. هناك أيضا قيود أو ربما مجال للمناورة بالنسبة للأسماء، ولكن هناك خطوط حمراء عريضة جدا بالنسبة لبعض الأسماء التي لا يمكن لإسرائيل أن توافق عليها. هذا نعم. بالنسبة لموضوع المحكومين أو تبادل. طيب تبادل سيد شلومو، حكيت حضرتك على موضوع أنه الوفد المفاوض بات لديه مرونة أكبر مما كانت لديه، هذه النقطة سأعود إليها، بس أنا أريد كذلك أن أتوقف معك عند نقطة أن تقبل إسرائيل بخروج قيادات حماس من القطاع بدون اغتيالهم ووسط ضمانات بأنهم فعلا سيخرجون مع السلاح. هذه نقطة مقبولة الآن إسرائيليا؟ إسرائيل لم تقرر بعد موقفها النهائي من هذا الموضوع، بالرغم من مضي عليه حوالي شهرين حيث اقترح وتم مناقشته على أعلى المستويات سواء في إسرائيل وأيضا في الاتصالات الثنائية بين إسرائيل والولايات المتحدة. هناك نية إسرائيلية للتجاوب مع هذا الاقتراح شريطة أن يكون بمثابة خطوة ونهائية لإنهاء الحرب، ويندر بالرغم من أن هذا المشروع هو معقد، وإذا توقفنا عليه فهو ليس بمثابة بوليس التأمين لكبار شخصيات حماس بأنهم سيتم السماح لهم بالخروج إلى دولة ثالثة، بل هناك أيضا موضوع آخر وهو يتعلق بالعناصر، عناصر حماس المسلحة والذي يبلغ عددهم عدة آلاف، ويجب أيضا شملهم في إطار هذا الاتفاق بما فيه عائلاتهم، أي خروج العناصر المسلحة وعائلاتهم إلى الخارج، وهذا على غرار ما تم مثلا في حرب لبنان الأولى
1982 حيث تم مغادرة ياسر عرفات على رأس القوات منظمة التحرير الفلسطينية إلى تونس. طيب بس من ناحية ثانية أستاذ شلومو، سأعود للنقطة التي ذكرتها سابقا، تقول أنه الآن بات للوفد المفاوض مرونة أكبر بالتفاوض، ولكن نسأل هنا لماذا لم تكن هذه المرونة موجودة؟ لماذا اضطرت الأطراف الأخرى اليوم ضمن حكومة الحرب للضغط على نتنياهو لأن يكون لهم مرونة، خاصة وأنه أعضاء هذا الوفد ليسوا يعني مجرد شخصيات بدأت الآن مسيرتها، بل هم أشخاص على موجودين على أعلى المناصب، أعلى القيادات. قبل الإجابة على سؤالك الوجيه، أقول بأن التعليمات للوفد بعدم العودة لإسرائيل قبل إنجاز المهمة، أي أن هناك تعليمات واضحة بأنه عليهم أن يبذلوا كل الجهد لإنجاز المهمة، أي الوصول إلى صفقة بالنسبة للإفراج عن المخطوفين. السبب للتعنت بين هلالين، تعنت نتنياهو يعود لأسباب داخلية سياسية محضة لشراكته مع الائتلاف الحكومي المتشدد، وعاد أيضا عدم رغبته في الظهور كأنه قدم التسهيلات وقدم التنازلات السخية فيما يتعلق بعدد المحكومين الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم. أمام نتنياهو المثل السلبي الذي دفعه في الرأي العام الإسرائيلي في صفقة شاليت، عندما دفعت إسرائيل مقابل شاليت أكثر من 1000 أسير فلسطيني. نتنياهو لا يريد تحمل هذه المسؤولية بمفرده، يريد تحميل كافة الفعاليات السياسية الإسرائيلية الداخلية، بالإضافة إلى ذلك بأنه يريد أيضا الظهور كغير القابل للضغوط الأمريكية التي تمارس عليه بشدة، خاصة في موضوع طي ملف المخطوفين. شكرا لك ضيفنا من القدس المحلل السياسي شلومو جانور.